عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذه، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد، فلوج جديد، احداث جديده في القناه. ما تنسيوش على حجباني، انا اختكم اليوم راه شنو نقول لكم، حتى الويكند دابا عاد ندور بالحاله، راكم عارفين جايه 27 وجاي العيد، خصنا نخليو الحاله شويه هكايا باش نزيانو يبان علينا السر. اختي اليوم لاول مره شنو نقول لكم، واحد الاحساس في الشكل، حيت اول مره فريمون، اول مره من نهار تزوجت انا وهادي، اول مره نتفارقوا في رمضان وغيمشي هو يفطر في شي بلاصه وحده وحده اخرى زعما، وانا في بلاصه وحده اخرى. عمرنا ما تفارقنا في الفطور د رمضان، دابا قريبين نكملوا 9 ديال رمضان، 9 د رمضان وحنا مع بعضياتنا. شنو نقول لكم، جاتني في شكل واحد الاحساس ما عرفت، اول مره نحس بحال هكا، ولكن مناسبه زوينه ولاول مره غادي يمشي لهذا الافطار هذا، بحكم انه كل عام كيدار وما كانش مسكين كيمشي على قبلي، كيقول لي ما نخليكش بوحديتك، كيعيطوا عليه ما كيمشيش، كيقول لي ما نخليكش بوحديتك في الدار، بحكم انه هذا العام هذا معايا ماما وسيليا، معايا الريكاطا سيليا بيان سور دايره لي لومبيونس. صافي قال لي واش نقدر نمشي، قلت له مرحبا. صراحه انا اللي شجعته هذا العام هذا، قلت له ضروري خاصك تمشي. تلقى معنا زوجتات، عرف صحابك اللي كتعرفهم، كاينين شي ناس اللي كيعرفهم غير بار تيليفون، كيتعامل معهم غير بار تيليفون، ما عمره تلقى بهم. قلت له سير تعرف عليهم وتعرفوا عن قرب وتنتعيش تعيش دوك الاجواء كاملين اللي كيعاودوا لك عليهم صحابك وهادي. وشجعته انا اللي قديت له اللبسه. اليوم غنخلي لكم كل شيء بالتفصيل. الصراحه هو مسكين ما كانش هو اللي يمشي، وما كانش هو حتى على اللبسه زعما خاصه لهاد المناسبه هذه، قديتها ليه مفاجاه من عندي، كادو من عندي باش نحسو انني راه ماشي راه فرحانه ليه حيت غيمشي لهاد المناسبه، وراه ماشي مقلقه ولا شي حاجه اللي غنبقى بوحديتي، حيت هو كل مره تيقول لي واش انت متاكده واخا نمشي واش من قلبك. كنقولها سير من قلبي، الله يسهل عليك وعيش اجواء زوينه زعما، وعيش ديك اللحظات الزوينه ان شاء الله يا ربي بالخير. اليوم غادي يمشي افطار عمل مع الناس ديال لاسوسيتي اللي خدام معاهم لاول مره من بعد 10 سنين ديال الخدمه معاهم، ما عمرو مسكين مشى لهاد الافطار هذا على قبل كيف ما قلت لكم. هاد العام شجعته قلت ليه صافي سير، انا كنقول لك انا عطيتك الاذن اخويا، انا عطيتك لوتوريزاسيون باش تمشي تفطر مع دوك الناس. كيكونوا ظروف اللي ما كتسمحش. العام اللي فات كنت كنظن واقيلا الا بقيت كنعقل كانت مريضه ليا سيليا. المهم كل مره وشنو انا ما كانش كيقدر مسكين، واخا كنقول ليه سير كيقول لي لا ما كيبغيش يخليني بوحدي. هاد العام قلت له والو غتمشي، سير اخويا سير. دابا راه باقي الفطور تقريبا شحال شي ساعه وشي حاجه، وجدت ليه كلشي، حطيت ليه كلشي، غادي يخرج دابا من الدوش تخلي دوش، غادي حسنت ليه شعرو تخلي دوش، وغادي نقاد ليه كوماج لوجهو وندير ليه واحد لي سيروم وواحد كريم ايدغاتونت لوجهو، غنتهلاو فيه شويه، نسكسفو على الحاله، نبرد ليه الضفيرات، نقاد ليه الامور كامله غنشاركها معكم. باش اختي راجلي يمشي بيان بي. شنو نقول لكم، بغيت حتى هو يحس بداك الاحساس ديال انه مشى مع صحابو، حيت فريمون راجلي من النوع اللي ما كيمشيش للقهاوي، ما كيجلسش مع صحابو في القهاوي، ما كيخرجش مع صحابو بوحديتو، دائما حنا بحال العدول بحال الحلاقم، دائما غاديين بجوج، جايين بجوج، ملي كنتلاقاو بالناس كنتلاقاو بهم بجوج، ما عمرنا تفارقنا. مازال انا كنخليه خدام، كيكون في خدمته، كتكون عندي انا خدمه ولا كيكون عندي شي حاجه مع ناس واحد اخرين، كنمشي وكنخليه هويا. هو مسكين الصراحه عمرو ما مشى لشي بلاصه بلا بيا، ضروري كنمشي معاه، ضروري اختي لاصقه فيه حضير رزقي. ايوا اليوم قلنا نديرو استثناء ان شاء الله بالخير، وهانتوما معايا تشوفوا شنو غنوجد ليه وشنو غنصايب ليه وكيفاش غنتكسف له الحاله وكيفاش غنصيفط راجلي. خليكم معايا، جينا انايا نختار له من السويه ديالو، نختار له هادي. اختي هو كان اول غادي يلبس غير واحد اللبسه اخرى، انا خديت له هادي
حيت كنت من خلي ماما خلي ماما نصور خلي بنتي نصور، خديت لهم الخميسات وحده في جلابه في الخضر ديال العيد الكبير ان شاء الله، وبالنسبه لهاد العيد هذا خدينا وحده في الاحمر. الوغ هاد الزريقه هادي خديتها الوغ عاد دابا الصراحه وصلتني من واحد لاباج عجباتني القضيه، جاتني حتى للدار، غير هي ثمنها غلى من الاخرين وخدمه غزاله متقونه. هنايا قميجه اللي كنا خدينا انا وياها داك النهار من كارفور، هنا تقيشرات هكايا خديتهم ليه طوال. اختاريت لي هاد البارفان ديال التخوفي قربت سالي، خصني نحط لراجلي شي وحده اخرى من السلعه يحلها. بليغه في الزريرق بحال هكا، دي باردوره اللي غيحتاج، والقندوره هاي كيف ما قلت لكم. ساعه اختاريت له هادي من الكوليكسيون اختي اللي عنده ديال الماكل، اختاريت له هادي حيت فيها الزرق صافي. واختاريت هاد البغاصلي هذا حتى هو تي كتوريكم صافي. اختاريت انه يلبس هاد اللون الزريرق، غادي نشوف شي حاجه اخرى معاهم ما عرفتش شنو خصني بالضبط. واخا ماما بحال هكا اختاريتهم لي لبيسه نجي نديرو قماش. هاد القماش هذا ديال داكان شد ان بيتي قماش دغيا دغيا غندير له خفه نزربل يكمل لكم لو خوت كلشي. السي عادي سال لنا القماش قطعنا درت القماش لوجهو ما تديوش على الروينه اللي تما راه مولاتها هي. دابا قلت له دير قماش ليدك صافي عاد سير. باقي فيه تضيع هو باقي فيه لحسو كله يلا فرك 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 نشوف هكاك شتي شو شحال كان باقي فيه. لا لا في القناة والتضيع راه ما يبغي الا ربي اللي لعبت. ممنوع منع كل يوم تحرك كل شيء قلت ما تكونش تيليا ممنوع ياك ساليتي كلي انا سالي يقولوا هاكو بابا. اختي يا اختي يا اختي يا اختي واش تقدير بها الصواب؟ كي جيتك؟ زين خاصك على العقل العقل خاصك غير زين يلا بلاتي ندير لك فوتو في قلبي